نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، نظمت برنامجاً تدريبياً للكوادر الإدارية بوكالات وهيئات الاستثمار في 18 دولة أفريقية. البرنامج التدريبي استمر لمدة 5 أيام تحت عنوان الترويج للمشروعات الاستثمارية. تضمن تعريف الكوادر الأفريقية بآليات الترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين. حققت مؤشرات البورصة المصرية وقطاعاتها المختلفة مكاسب قياسية تجاوزت 700 مليار جنيه خلال عام 2023. جاء ذلك بحسب إحصاءات أعدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط مستعرضة المكاسب التي حققتها المؤشرات ودوافعها. بينما يطوي العام صفحاته، تلملم البورصة المصرية أوراقها مسجلة أرقاماً ومكاسب تاريخية لم تشهدها منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عاماً، أرقام قادتها كافة المؤشرات والقطاعات لتكتب فصلاً جديداً في سلسلة نجاحات باتت تحصد ثمارها يوماً تلو الآخر. فبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تجاوزت مكاسب مؤشرات البورصة المصرية نظيراتها العالمية والناشئة قبل أسبوع من الإغلاق العام. وفي هذا الإطار أظهرت الإحصاءات التي أعدتها الوكالة أن مكاسب البورصة هذا العام فاقت أي سنة من سنواتها السابقة منذ تدشينها حتى في أوج ازدهار الاقتصاد، لتتجاوز مكاسبها 700 مليار جنيه، وهو رقم يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في البورصة في قمتها. كما بيّنت الإحصاءات أن رأس المال السوقي لإجمالي الشركات المقيدة بالبورصة قفز من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية 2022 إلى 1,666 مليار جنيه قبل نهاية 2023، وهو أعلى مستوى له في تاريخه، وبزيادة نسبتها 73% عن العام السابق. حصاد المكاسب هذا العام جاء بالجملة ليشمل المؤشرات الرئيسية والثانوية على حد سواء. وبحسب خبراء ومحللين بسوق المال، فقد جاءت تلك المكاسب رغم التحديات والصعوبات الكثيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي، مدفوعة بالتغييرات التي شهدتها إدارة منظومة سوق المال، والتي شملت كل من هيئة الرقابة المالية ومؤسسة البورصة المصرية، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات البورصة وتعاملاتها وشهية المستثمرين، فضلاً عن عودة الثقة بقوة. كما يرى الخبراء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خفض قيمة الجنيه خلال عام 2023 أكثر من مرة ساهم في إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ما جعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين. ومع تنامي الثقة في السوق، تزايدت معدلات السيولة تدريجياً حتى تجاوز المتوسط اليومي للتداولات بمستوى بين 2-4 مليارات جنيه، هذا إلى جانب الجدية الحقيقية التي أظهرتها الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات خلال العام. إذن هي بشرة خير تزفها لنا البورصة المصرية قبل أيام معدودات على نهاية العام، بشرة ربما تكون الأولى لكنها لن تكون الأخيرة في حصاد سلسلة الجهد المخلص والإرادة الجادة في دولة وقودها العمل وعنوانها النجاح.
في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط في آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجلت ارتفاعاً أسبوعياً للأسبوع الثاني على التوالي في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن هجمات قوة الحوثي في البحر الأحمر. انخفضت العقود الآجل لخام برنت بنسبة 4% إلى 79 دولار و7 سنتات للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.5% ليستقر عند 73 دولار و56 سنت. كما هبطت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 1.57% لتصل إلى $2.62 للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% لتسجل نحو $2.61 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجلت السياحة انتعاشاً في تونس مع استقبالها نحو 8,800,000 زائر العام الحالي، بزيادة قدرها 49.3% على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كورونا. وقال مدير دراسات وتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني إن إيرادات السياحة بلغت نحو 6,700,000,000 دينار، أي حوالي 2 مليار يورو حتى 10 ديسمبر الجاري. وذكر البنك الدولي أن هذا الانتعاش يقلص عجز الحساب الجاري جزئياً. كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي من احتياطات البنوك المركزية العالمية انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل زيادة حصة الين الياباني منها، واستحوذ الدولار على 59.2% من احتياطات النقد الأجنبي المخصصة عالميا خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، متراجعا عن 49.4% في الشهور الثلاثة السابقة. ورغم أن الدولار الأمريكي كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة غالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجيا منذ بداية الألفية الحالية عندما كانت حصته تفوق 70%. حددت أعلى هيئة للتخطيط في الصين مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث. وأشارت هيئة التخطيط الصينية إلى أن المشروعات تأتي في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات كانت قد أعلنت عنها في أكتوبر الماضي لتعزيز الاقتصاد، إذ خصصت بكين بموجب أحدث شريحة أكثر من 800 مليار يوان حتى الآن من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة 1 تريليون يوان في الربع الرابع، في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها.